لقاءات بين الشوطين مع مراسل دوري الحياة محمد إيشا. مرة أخرى أعزائي المشاهدين في كل مكان ودوري الحياة، ومعنا نجم الشوط الأول البومبر والجليادور النجم الكبير حسن الرداد. انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، أداء دفاعي الشوط الأول. والله كابتن انا احنا الفريق بتاعنا زي ما قلت لك عنده اصابات، لكن احنا زي ما انت شايف لاعبين رجاله ملتزمين بالخطه بتاعتنا. انا بصراحه لقيت ان مستوى الفريق اللي قدامنا ضعيف جدا، بيبذلوا كل جهدهم لكن امكانياتهم ضعيفه قوي، فاضطريت ان انا اطلع شويه عشان ما ابقاش حمل زياده عليهم، وبعدين نزلت تقريبا في مباراه لغايه دلوقتي 0-0، واتمنى ان شاء الله يعني مباراه طيبه لكل الجمهور ان شاء الله. شايف التمثيل اصعب ولا الكوره؟ انا كنت لعيب كوره اصلا. طبعا كنت لعيب كوره، لك لعيب كوره جامد، بس يعني بطلنا بقى عشان التمثيل. هي اصعب؟ التمثيل اصعب. التمثيل اصعب. التمثيل اصعب، الكوره بس انت بتتمرن وعندك فتنس وعندك الموهبه خلاص، لكن الكوره كل مره التمثيل كل مره بتعمل شخصيه مختلفه، وكل مره بتعمل دور بعيد عنك، لكن الكوره عامله زي كل ما تلعب كل ما تيجي يعني. توقعاتك الشوط الثاني ممكن ترجع له اللقاء وتسجله؟ والله المباراه يعني المدربين حاطين للفرقتين خايفين من بعضهم بصراحه، وعاملين بيلعبوا بخطه دفاعيه بحته، لكن احنا ان شاء الله هنزود القدره الهجوميه بتاعتنا. شايفينك متحمس جدا لكنك بتلعب لقاء لكنه لقاء كاس عالم، شايفينك داخل قوي جدا. فريقنا متعود على المكسب، ما فيش عندنا حاجه اسمها خساره ان شاء الله. لو احنا بنلعب كابتن خالد ان شاء الله، لو احنا بنلعب مباراه بسيطه. سؤال سريع، كنت تتفق انت وكابتن خالد غندور في ايه على الدكه؟ انا وكابتن خالد كنا بنتفق ان احنا ربنا يعدي اليوم ده على خير ان شاء الله. ربنا يعدي على خير. يعني كنا بنشوف المباراه كده وبنتكلم على الفريق اللي قدامنا، بس المباراه حلوه لغايه دلوقتي ان شاء الله يعدي على خير. وشكرا كابتن حسن. شكرا للكابتن حسن الرداد والى الاستوديو التحليلي.